ساري كتسمعوني؟ كتسمعوني الخوت؟ واش كتسمعوني ولا راه درت الموسيقى في الاول؟ واش كتسمعوني؟ كتبوا لينا انني نسمعك، اننا نسمعك. كتبوا لي اننا نسمعك. الله يجازيكم الخير ديالكم. كتبوا لي اننا نسمعك. كتسمعوني؟ كتبوا لي x1 x1 911 ابروان، ولا كتبوا لي الحاج الحمدوي هز الهردوزيه ديالها قبل المحيط الاطلسي لا حل، ولا كتبوا لي الحاج الحمدوي افيك ان بوتي بو دو لويل دارغون، لويل دارغون داكادير. كتبوا لي الحاج الحمدوي افيك ان بوتي بو دو لويل دارغون سور لا بلاج دو اغلو، ولا دون لا بلاج دو امسوان. مرحبا بكم في اللايف. اللي بغيت لايك تبنا x1 x1 911 ابروان، ولا كتبوا لنا الحاج الحمدوية هز الهردوسية ديالها، ولا كتبوا لنا الحاج الحمدوية افيك ان بوتي بو دو لويل دارغون داكادير. اللي ما عندوش الكونيكسيون ان انوي اتصالات ميديتيل اورانج ما خدمش داك القلاوي نهائيا، اللي كيحشم يخرج. يلا طلع اخويا، طلعت الكونيكسيون انوي اتصالات، بارطاجيو هذا القلاوي باش نشوفو كرهنا مزيان. هاد الشو اللي عندي مازال ما كافيانيش. السلام عليكم اخويا، شحال الضوء؟ كيفاش اخي باطل؟ شحال الضوء؟ ها هو اخي باطل، ها هو المدينة ديالك، السن ديالك، الحياة ديالك، التصيلة ديالك، الفصيلة ديالك. بوجمعة من اكادير. بوجمعة من اكادير، السن ديالك، المستوى الدراسي. 20 عام باك بلوس 2. 20 عام باك بلوس 2، شحال باش تجي الباك؟ 11. حمار. لا شديتي الباك ب 11 وجيتي تربح؟ نتا واحد الحمار من الحمير. اللي شاد الباك ب 11 ما يجيش. اللي بغى يربح يكتب لينا الحاج الحمدوي افيك ان بوتي بو دو لويل دارغون، ان بوتي بو دو لويل دارغون سور لا بلاج دو امسوان. طلع اخويا، طلع منك، طلع. السلام عليكم. وعليكم السلام بدر. المدينة ديالك، السن ديالك، الحياة ديالك، التصيلة ديالك، الفصيلة ديالك. انا في ليل فرنسا. فرنسا 20 عام. فرنسا. شنو سميتك اخويا؟ سميتي عثمان. عثمان من فرنسا. شحال السن ديالك؟ 23 عام. 23 سنة. شنو كتقرا وعلى شحال دابا كتعيش في لافرونس؟ دابا شي 3 سنين في فرنسا. اشنو بلاصة في فرنسا؟ في ليل. في ليل. ورينا الليل من ليل. كيفاش تقرب الكاميرا؟ المهم هاي هادي هي ليل؟ في واحد ريزيدونس. انا دابا في ريزيدونس في ليل. يلا رجع للدار. انا راجع. شنو كتقرا في ليل وشحال دابا كتعيش في ليل؟ ودابا 3 سنين في ليل. كنقرا ميكانيك. لا ميكانيك. اشنو بغيتي في اللايف؟ بغيتي تزوج؟ بغيتي تحزق؟ بغيتي تمشي لامريكان بالصندالة الا ما الحاج الحمدوية؟ لا بغيت تربح معاك. اوكي، شنو هو المستوى الدراسي ديالك في المغرب؟ الباك. الباك شحال باش شديتيه؟ 3 سنين دابا. شحال باش شديتي؟ شحال؟ 13 ونص. 13 ونص. حمار ناقص جوج ياك. يلا شوف، الا جاوبتيني 8 الاسئله قدام 16000 ديال البشر غادي نعطيك 5000 درهم. مشات 500 اورو. مشات. يلا جاوب دغيا. جاوب دغيا. جاوب الأسئلة دغيا. 5000 درهم. أنا كنجاوب. قد خفية ولا خفي؟ الطالي، الجلي، المختفي، المشوه. المشوه. غنشدك غنشوه لك السوة ديالك. غنضرب لك الطبون ديالك. هبط من الطبون. هبط من تماك. الله يعز بك مقاري التقلوة. شكون زفت لامك لفرنسا؟ اللي زفت هاد الحمار لفرنسا الله يعز بك. يا
يلاه اللي بغى يتعجب من الحشه الحمدويه هز الهرتز مقابل المحيط الاطلنطي الله يرحل ولا كتب لنا الحشه الحمدويه افيك ان بوتي بو دو لوي دارغون دكادير حدا لا بلاج دو 25 ولا لا بلاج بلونش حدا اكلو كتبوها غير اكلو ابوط نتو غادي نقد لمك الرسولات ديالك يلاه صرت ناس تقول لي هذيك الهضره والله ما فهم النار السلام عليكم هلو الفاجينة ديالك السين ديالك الحياة ديالك التصينة ديالك الفصيلة ديالك ما بالعربية قول حتى بالموزمبيقية ايه ايه انا اسمي اسم محمد ملقب بجويليلي ايه العمر 18 سنة ايه صافي نزيد ما تزيدتش حاجة انت مقود عليك بعد بديك تحاقية الحمدويه افيك ان بوتي بو دو فرامبواز ولا كتبوا لنا الحج الحمدويه
avec un petit peu de l'huile d'argan sur la page du aglou ou là l'hajj. Hamdaouyan avec un petit peu de l'huile d'argan sur la page blanche d'Yel Goulmim. Les mecs qui arrivent fin, j'ai la page blanche et dire F Google. اللي عنده الكونيكسيون انوي تيصالات ميديتال اورانج ما خدامش هذاك القلاوي نهائيا هذاك الخرا ما خدامش بارطاجيو هذا القلاوي باش نشوفو كرنا ما كيطلعش هذا الحمار يلا كتبوها ليا تماك لي كيسبني غنسفط بون موينس يا ربي بان لي شو القحبه كيسبني غنسفط امك مع الحاج الحمدوية حدا لا بلاج دو لا ميرد واش خبر ديرو شي قهوه ديرو شي انا كيسب غنشدك غنخشي لامك واحد 4 كيلو تاع اللي بغى يطلع يشدنا الحاج الحمدوية هز الهردوسية ديالها مقابل المحيط الاطلنطي ولا المحيط الاطلسي لا رحل حيت الله رحل الهمج ديال المغرب غادي يمشيو بالصندلة الامريكان وغادي تخرج لينا الخيوطة وغتعلقوا لينا الحوايج في تايم سكوير ما خدامش هاد القلاوة الخوت الى اللقاء الى الحلقة القادمة بارطاجيو هاد القلاوة غادي نرجع